بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أو إطعام في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة